التصويريه اثر على الاحزاب في كل معك في التصورات أي. كي مثلا يحط يقول لك باش نربح انا مساندات الكتل نعمل حكومه كفاءات مستقله وزير من كل حزب في البرلمان مثلا هاو مثلا تصوري مثلا فهمت باش يحرج الاحزاب ما تنجمش ما تعطيهش الثقه واللي باش يرفض باش يبان انه جشع انت برشا تصورت ممكن هذاك علاش واحد ما يلزموش يستبق الاحداث اي اما في كل الحالات ومهما كانت طبيعه الحكومه المقبله الكتله الديمقراطيه وانا لنا مذهبيا نفرق بين تيار الشعب اي منهجيا مش تفرق اي مش نفرق منهجيا ما بين الشعب وما بين التيار الديمقراطي نعتبر انه مهما كانت تركيبه وطبيعه الحكومه المقبله التيار الديمقراطي باش يكون اكبر خاسر فيها ليه علاش ليه علاش لانه نحب ولا نكره التيار الديمقراطي بالوزراء اللي عنده اللي مش برشا كانوا كان عنده حجم كبير ياسر داخل حكومة الياس فخفاخ في الأذان تأثير معناه. أكبر في الحجم ويقول الأذان في الأذان المشيشي باش يعمل حكومة أخرى اللي صعيب ياسر أنه يحافظ فيها التيار الديمقراطي على نفس التأثير وإلا الانطباع نتاع التأثير داخلها شوف ما زوز مستويات الاولاني خليني نذكر اللي حكومه ياس الفخفاخ اكبر نسبه او عدد من الوزراء كان عند حركه النهضه معناها ريزونمون نعرف معناها ريزونمون هذا كي تطرحوا يذول يولي اكبر متضرر هو حركه النهضه هذا كان شاركها في الحكم اصلا اما التيار الديمقراطي ثم حاجه مهمه نعرف كان باش نقولها تو تقول لي السياسيين نقولوا كلهم هكا راهو ماناش طلاب مناصب راهو نحبوا في عندنا وزير واحد في الحكومه وتنجح افضل من عندنا سته وما ننجحوش راهو الهدف نتاع السياسي اللي هو يعمل في السياسه للبلاد مش لمصالحه انه تنجح سياسته معناها من بعد عنده وزير عنده اثنين عنده ثلاثه المفيد يكتب للحكومه عفوا التي شارك فيها انها صلحت حال البلاد ولو جزئين ولا عدات البلاد من ازمه معناها سيكتب التاريخ نهار اللي ما نعرفش بعد ما هو احنا كل عام في التاريخ يسميه حشاك معظم لاجات في البلاد باش يجي نهار يقولوا هذاك تولد عامة الكورونا ولا خذا الباك عامة الكورونا سيكتبوا لهذه الحكومه ان عامة الكورونا هي عدت البلاد من العقبه سامحني في الكلمه هذا المهم عند السياسي راهو التاريخ ما يخلدلكش قداش كان عندك من وزير حركه النهضه في الحكومات المتعاقبه حسبهم 70 تقريبا 70 وزير ومن بعد النتيجه انا نشوفوا فيها ماهوش هذا المهم المقاربه نتاعنا احنا الحكم مختلفة جدا معناها بالمجد مختلفة جدا تحب اسمك يتخلد والناس تذكرك بخير قعد الحزب ولا كلنا إلى زوال أنه شنو عملت ولا الحكومة اللي دخلت فيها شنو عملت من إنجازات وشنو ربحت تونس وقت وش ربحت أجيال تونس غدوة من حسنت لهم مصيرهم نبيل الحاجي نائب عن الكتلة الديمقراطية شكرا ليك فقط باش نختموا معاك فيما يخص الوجهة متاع الحكومة القادمة الأهم ثم المهم أولى الأولويات اليوم يحظى السيد هشام المشيشي بدعم مؤسساتي بحزام مؤسساتي قبل ما يكون حزام حزبي الاتحاد اتحاد الأعراف اتحاد الفلاحين رئاسة الجمهورية وباقي الأحزاب اللي كانت مساندته حتى من قبل ما يتم تكليفه بطريقة ضمنية ترى أنه اليوم طريق الأيدي نجم ينفذ برنامجه كما هو يراه صالح لتونس هو ينجم ينفذ برنامجه اذا كانوا هاني قلت لك ما يكونش يديه مرتعشه سيمر مهما كانت تقريبا تجاذبات صحيح هذا؟ هذا حسب رايي الشخصي سيمر مهما كانت تجاذبات خاطر ما لو في مصلحه البلاد لو في مصلحه الاحزاب والكتل انه تعاد انتخابات ولا انه يقعد ياس الفخفاخ يحكم خاطر الدستور يسمح له باش قيس سعيد ما يحلش البرلمان ويخليها حكومه تصريف اعمال انا حسب رايي باش تمر الحكومه هذه هل انقطع التيار في علاقه هوني ممكن باللي لابسوس اللي من قبل يصيروا معك سي نبيل حبيت تحكي على ياس الفخفاخ ظهر هل انقطع التيار مع سي ياس الفخفاخ؟ اش معناها انقطع؟ يقولوا انه الحديث ما عادش متواصل بين الاحزاب المكونه للحزام السياسي لحكومه تصريف الاعمال وسيد ياس الفخفاخ هي الحكومه هذه مازال فيها جماعتين في عمرها
دونك احنا وزراءنا قاعدين يعملوا بنفس الوتيره وبنفس الرغبه في انهم يقوموا بمهامهم على احسن وجه. الصحيح انه هاك كي نشوفوا ظاهريا حتى ثمش انجازات كبيره ولا تحرك كبيره لبقيه الوزارات، معناها ثم ملفات حتى طرحتهم على بعض الوزراء اليوم واقفين، معناها انا كنايب واقفين خاطر الاداره هذيك هي تستنى معناها شكون القائد الموالي.